هكذا بدأ عدد من الحجاج المصريين في العام الماضي. ولوا جميعا وجوههم شطر الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مشهد حرمتهم منه هذا العام إجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام. في مطلع هذا العام كان كل شيء معدا انتظارا لإجراء قرعة وزارة التضامن الاجتماعي واختيار من سيكتب له أداء الركن الخامس. كان هذا قبل جائحة كورونا التي غيرت شكل العالم. داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث المؤسسة القومية لتسيير الحج والعمرة، وهي واحدة من المؤسسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج والعمرة لأهل مصر. إليها جاءوا للسؤال عن كيفية الاستفادة من فرص الحج في العام المقبل بعد أن حرمت كورونا الجميع من الوصول إلى الأراضي المقدسة. هنا ثلاثة ممن كانوا يحلمون بالحج هذا العام، منعتهم كورونا ومنعتهم الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة العربية السعودية على الحج هذا العام. أهلا بكم في أهل مصر. حاجة، استمارة من هذا النوع تحفظ لك حقك أنت والآخرين في إن شاء الله الحج في العام المقبل بعد أن يزول هذا الوباء بإذن الله. كنت تنظمين الحج هذا العام؟ بإذن الله. كنت ناوي على الحج إن شاء الله. هو على الأحوال يعني حتى من نوى ولم تكتب له الحجة فقد كتبت حجة. اللهم أمين. أمين يا رب. طب أنت إيه اللي كان مطلوب منك مع الوزارة هنا ومع المؤسسة القومية لتسهيل الحج؟ إحنا لسه كنا مقدمين، قالوا لنا تقدموا، هات صورتين وصورة من جواز السفر وبس نرفقها بالاستمارة، وقدمنا. هل أنت حقيقة حجيتي قبل كده؟ لا ما حجيتش، عملت عمرة بس. عمرة أول مرة إن شاء الله الحج؟ بإذن الله يا رب اكتبها. طيب حضرتك اكيد طبعا تابعت الاسباب التي دفعت المملكه العربيه السعوديه لمنع الحج هذا العام، انت متفهمها وشايف ان ده لمصلحه الناس؟ اكيد طبعا. اكيد يعني، بس احنا بنتمنى من الله بصراحه ان ما كانش حصل الموضوع ده كله عشان كان يعني كتب لنا الحج باذن الله، فلكن هنعمل ايه؟ امر الله، فمنتظرين ان احنا نطلع السنه الجايه باذن الله. طيب استاذ، انت يعني نفذت مطلوبه منك في المؤسسه لحفظ حقك في العام المقبل، صحيح؟ الحمد لله. طيب انت شايف انه ان شاء الله بعد ان يعني يرفع هذا البلاء السنه الجايه ده هيأثر على حركه الاقبال على طلب الحج، من ان السنه دي حرم اهل مصر وحرم الجميع من الحج هذا العام؟ انا متوقع ان هيبقى تبقى في زياده، سواء زياده في الاسعار او زياده في اللي هم عايزين يطلعوا الحج، فطبعا هتبقى الدنيا انا اتوقع انها تبقى صعبه شويه من ناحيه الاعداد او التنظيم، برضه هيبقى اعداد رهيبه والاسعار برضه كله هيبقى يعوض، عايز يعوض الخساره بتاعته السنه دي طبعا، فهتبقى متوقعين ان يبقى في نسبه زياده في الاسعار. بس برضه طبعا مش هيمنع ان احنا ان شاء الله نتمنى ان ربنا يكتب لنا. قلوب هؤلاء وغيرهم الكثير من اهل مصر تهفو لزياره بيت الله الحرام في العام المقبل، فكيف ستتعامل معهم الجهات المسؤوله عن تنظيم رحلات الحج والعمره في مصر؟ المستشار الاعلامي لوزاره التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي. في البداية يعني وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من المؤسسات اللي بتنظم الحج في مصر، خدمة لأعضاء الجامعات الأهلية، تقدم لنا هذا العام 31 ألف راغب في أداء مناسك الحج، وبالفعل كنا على وشك إجراء عملية القرعة، ولكن نظرا لهذه الظروف اللي بيمر بها العالم كله وحصر عملية الحج داخليا في المملكة العربية السعودية تأجلت القرعة، وبالتالي كل المتقدمين وعددهم يقترب من 31 ألف راغب هيتم الاحتفاظ بحقوقهم إنهم يدخلوا السنة الجاية في قرعة العام القادم، وهنفتح الباب العام القادم. قد تكون الأعداد اللي هتتقدم العدم العام القادم مش بنفس العدد، نتوقع أن العدد هيكون أقل، بحيث أن تجرى القرعة العام القادم على المتقدمين الجدد ومن تقدموا بالفعل هذا العام. طيب أستاذ محمد، هذه الصيغة برأيك هل ستمكن الذين حرموا من الحج هذا العام من يعني تأدية هذه الفريضة، ولا بسبب زيادة العدد سيكون هناك صعوبة؟ هل على سبيل المثال هل ستزيدون الأعداد المقررة للجمعيات الأهلية في العام المقبل؟
الأعداد المقررة بيتم التعامل معها والتفاوض عليها مع السلطات المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية في السعودية، لأنه الأمر بيتم بناء على الحصص المخصصة لكل دولة، وفي فده الأمر العام حسب الحصة المخصصة لمصر، وداخل مصر بتقسم هذه الحصص ما بين القرعة اللي بتنظمها وزارة الداخلية وما بين الحج السياحي وما بين حج الجمعيات. إذا زادت الحصة الخاصة بمصر بشكل عام ستزيد الحصة المقررة للوزارات المختلفة، ولكن أنا شايف أن الأمر مش هيقلل من فرصهم ولا حاجة، لأن كان في سنوات سابقة الأعداد اللي كانت بتتقدم كانت بتبقى أكبر من 31,000 وكانت التأشيرات المقررة أقل من ذلك. تقريبا التكاليف المقررة لكل حاج وفقا لإجراءات الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة الضمان الاجتماعي، يمكن احنا في وزارة الضمان الاجتماعي كنا بنتميز طول الوقت ان احنا بنقدم خدمات متميزة بأسعار قليلة، الأسعار ما بين 70,000 إلى 100,000. احنا عندنا 5 مستويات من الحج بتتوقف على السكن ووسيلة الانتقال وغيرها من الأمور المتعلقة بالحج، ولكن احنا بنتكلم ما بين 70,000 إلى 100,000. ما يقدم في حج الجمعيات ب100,000 هو أقل يمكن 40% عن مصيله في الحج السياحي مثلا، وكذلك في القرعة العادية. احنا عندنا ميزة ان احنا عميل دائم في للمناسك، الاداء المناسك في المملكة العربية السعودية، عندنا اعداد كبيرة بنقدر نتفاوض على يعني ان احنا نحصل على الخدمات في المملكة العربية السعودية باسعار متميزة، وخصوصا ان احنا في النهاية احنا شركات بتسعى للربح، يعني احنا في الاخر مش بنهدف ان احنا نحقق ربح زي شركات السياحة، ولا عندنا يعني تفاصيل كتير ممكن يكون سهل الحركة من خلال المؤسسة القومية للحج في انها بتؤدي خدمات دون النظر الى العائد المادي، وبالتالي بنقدر نصرف كل الفلوس اللي بيدفعها الحج على اداؤه لهذه المناسك. دكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزاره الضمان، شكرا جزيلا على هذا اللقاء مع اهل مصر. اشكرك يا استاذ سمير، وتحياتي مره اخرى لحضرتك ولكل اهل مصر. شكرا جزيلا.